مداخلتك معانا، وهقول حاجه برضو بعد ما نقفل معاك. والله بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه في الموضوع ده، ان في مناصب او مراكز معينه في بعض الشغل ما ينفعش انك تغيب اضطراري، لان ممكن يكون انت عليك حاجه معينه لازم تكون مثلا بتسهلها للمواطنين، مثلا لو انت في احد الجهات الحكوميه، خصوصا لو مالكش ما ينوب عنك. فدي برضو بتبقى حاجات غصب عن بعض المديرين. انا مش بدافع عن المديرين ولا انا متحيز ليهم او ضدهم، بس انا برضو بقول ايه اللي ليا واللي عليا. في حاجات كده الواحد بيبقى فيه، وبنشوف نماذج كتير جدا من المديرين الناجحه اللي بيعرفوا يحتوي طبعا كل المشاكل. يمكن يكون احنا فاروق مجربين ده طبعا مع ميار، ان في الاول او في الاخر بتعرف تحتوي كل المذيعين في برنامج ايم بوكس باي حاجه ممكن تكون بتواجهنا حتى لو شخصيه. لكن برضو في بعض المديرين ممكن ما يقدروش حاجات كتير، وممكن يكون فعلا في بني ادم متعرض لظرف او اي حاجه، وفعلا الظرف ده حقيقي، وبيضطر ان هو يعني يندمه ان هو قال الحقيقه او قال السبب فعلا الحقيقي اللي ممكن يكون باين لمديره ان هو سبب تافه جدا، لكن الله اعلم بظروف الناس. برضو بص، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني بالزبط. لا انت تضرني ولا انا اضرك، بس في الاخر كل واحد ادرى بمصلحته، وبيبان ابن ادم اللي هو الملتزم المجتهد اللي هو اللي عنده المثابره يعني بشكل واضح جدا، وهو بيكافح في حياته بيبان من خلال شغله، من خلال التزامه، من خلال ان هو ازاي ممكن يوفر عليك بعض الحاجات او يوفرها لك بشكل كبير جدا من ناحيه المهام الوظيفيه بتاعته. ولما ما بيكونش موجود انت بتتاثر، وده فعلا واقع احنا عايشينه في بعض الوظائف وفي بعض المهن. علشان كده هتلاقي ان في بعض المهام يعني في بعض الوظائف كده هتلاقي ايه، ممكن فيها كوادر بشرية كل واحد فينا مختلف عن التاني. هتلاقي في واحد بيقبض كذا، واحد بيقبض اكس، واحد بيقبض زد، ايا كان الموضوع ماشي ازاي، بس هي بتختلف على حسب كل واحد ومهارته، كل واحد على حسب خبرته. وده مهم جدا في حياتنا برضو ان احنا يتم التقييم بهذا المبدأ. لكن لو اخدناها بقى بشكل اخر، يعني ان هو انت بتفكر على اعذار علشان خاطر يعني من الاخر يعني تريح كده وتانتخ وخلاص، ده مش لطيف يعني، لان انت هيجي عليك وقت هيبقى فعلا انت محتاج فيها اجازه او محتاج فيها ان انت تريح شويه، وانت عندك عذر حقيقي محدش هنا هيتقبله منك. صح، يعني انت جيت في السهل خلاص، انت عملت اي حاجه عشان خاطر ايه ما تروحش والكلام ده كله، واللي قدامك خلاص عدها لك. هتيجي بجد في حاجه حقيقيه وحاجه واقعيه هتلاقيها ان انت مش قادر يعني تريح او قادر تاخد اجازه عشان خاطر الموقف ده. فنخلي بالنا كده ايه ان الموضوع هنا ايه، يعني شويه عليك وشويه على غيرك. وانا شايف ان الوضوح مهم جدا في الامور دي. بالظبط. وعلى فكره يعني في البعض هنا لو مش قادر فهو بيجي على نفسه شويه عشان خاطر اكل عيشه، شغلانته. هو في اكتر ان انت ممكن يبقى عندك ايا كان الظروف اللي انت بتمر بيها ايه في حياتك، بس هتيجي تقعد على الكرسي ده تطلع هنا تشتغل، مفيش حاجه اسمها ان يعني العذر ده انت الناس تتقبله منك وخلاص، ده شغل. انت بتفصل حياتك الشخصيه عن حياتك المهنيه بشكل صح. كبير جدا، وده طبعا بيجي بشكل مستمر يعني مع الخبرات المكتسبه في حياتنا باشكال بقى ايه وظائفنا المختلفه. يمكن فعلا يا فاروق زي ما انت بتقول ان احنا اتعلمنا دايما ان باب الاستوديو ده بنسيب عنده كل حاجه شخصيه بنفكر فيها واحنا خارجين ناخدها معانا، بس هي تتساب بره. خلينا نرجع معاكم شويه للدراسه برضو يا فاروق، وخليك معايا. يعني من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا فيها عن الدراسه يقول لك ايه اصلا الاسباب، يعني الاستطلاع الراي اللي اتعمل جوه الدراسه دي يا فاروق، قال لك ايه سبب، يعني ايه الاسباب اللي خلت الناس دلوقتي ان هي تدور على جوجل وتختلق اعذار. فطبعا الامريكان زي ما احنا كان فاروق بيقول لك من شويه ان هم دايما مصدرين لنا في اوروبا وفي امريكا ان هم النظام، ان هم مش عارف ايه، وعلى فكره هم اكتر ناس بيتحايلوا على النظام واكتر ناس ممكن يخرجوا براه، لكن مش ده اللي هم بيصدروه لينا نوعا ما في الشرق الاوسط وفي افريقيا. لا بيقول لك ايه، يقول لك بمزاجي بالمزاج هو يعرف يتحايل على الموضوع. فقال لك ان كل الاسباب ان هم الامريكان بيغيبوا او بيختلقوا الاعذار دي ان هم شايفين ان هم عندهم عدد اجازات قليل، ودي حاجه برضو ممكن تكون تكاد تكون قليل غريبه شويه. بيقول لك احنا شايفين ان هي قليله، اليومين مش مكفيين فاحنا عايزين اكتر. انك تيجي بص هنا معظم الناس اصلا ما عندهمش اليومين، انت فاهم قصدي؟ طبيعه العمل برضو على حسب طبعا كل دوله، وعلى حسب هي دوله عامله ازاي،
اقتصاديا وكل شيء يعني. من الاخر ما ينفعش تيجي تقارن دولة لسه بتكافح وبتحاول دايما كل المحاولات ان هي تنهض بالوضع الاقتصادي وتنهض بالوضع الحالي ودولة نامية وتيجي تقارنها لي باعظم اقتصاد موجود في العالم مثلا. ما ينفعش المقارنة هنا مش مظبوطة ومش صحيحة، لان لو انت طبقت اللي بيحصل في الدولة دي او في المنطقة دي على اللي هو لسه بيكافح وبيقف على رجليه ولازم كل شوية وكل دقيقة يشتغل فيها عشان خاطر حياته وعشان خاطر البلد اللي هو فيها، هيبقى هنا لو حصل ان هو ريحه هتقع الدنيا. صح. مش تبقى ماشية زي ما انت عايز، هتلاقي المعدل التنمية بتاعك اللي انت محتاجه مش هتوصل ليه بشكل كبير. البعض هنا بياخد ببعض النماذج الخاصة بالدول العربية من ضمنها السعودية او من ضمنها الامارات وخلافه، يعني ان هو يقولك احنا ممكن نطبق نفس السيستم ده بحذافيره يعني. فعندنا مثلا هنا في مصر في حاجات اللي هي ممكن تقبل ده وحاجات اخرى ما ينفعش. بس عندنا برضو خلي بالكو، عندنا في بعض الوظائف وبعض المهن بقوا خلاص يعني من بعد الكورونا وحتى كمان من قبل الكورونا لما كان البعض بيشتغل من البيت يعني، فلو ان اللي بيشتغل من البيت عنده ممكن الانتاجية بتاعته اعلى شوية، اللي هو كمان بيوفر عدد الساعات في مروحه للشغل وممكن الساعات اللي بتضيع بقى من خلال الشهر يعني في الزحمة او في المرور وايا كان يعني. وفي البعض هنا يقول لك ايه، طب بنستغله لو هو حاجة مرتبطة بالشبكات، حاجة مرتبطة مش عارف بايه من خلال الكمبيوتر مثلا الشغل بتاعه كسيستم ما ايا كان، انا معرفش كل واحد على حسب مهنته يعني، وكل واحد ممكن يعمل ده يوفر عليا ان انا يعني بعض الحاجات الاخرى من ضمنها فلوس ووقت. صح. وساعات كلها حاجات كتير جدا داخله ببعضها، بس هي على حسب كل سيستم ونظام للشغل اللي انت صح فيه. وفي الاول او في الاخر يا فاروق يعني زي ما احنا قلنا ان خير الامور الوسط، وبرضه يا جماعه يعني كل واحد ليه منصب او ليه مكان ياريت ان هو فعلا يؤدي يعني واجبه وشغله على اكمل وجه ايا كانت الظروف. في الاول